طيب تعالوا نروح لقصة عشان تعرفوا إنه الإنسان لما بيكون عايز حاجة ويبقى عنده إرادة، خصوصا لما تكون الإرادة مرتبطة بحاجة يعني رغبة دينية، محتاج نفسه إن هو يروح يحج لبيت الله، فيعمل إيه بطريقة خاصة جدا ونادرة من نوعها. أدى رحلة الحج العراقي آدم محمد فريضة الحج بعد أن خرج مشيا على الأقدام. منين؟ من بريطانيا إلى السعودية. أنتم متخيلين المسافة عاملة إزاي؟ رحلة شاقة جدا وطويلة استغرقت منه 10 شهور، يعني 10 شهور وهو بيمشي من بريطانيا إلى السعودية. استقبلوه أهالي مكة المكرمة والحجاج واستقبلوه استقبال كبير جدا. رحلة يعني المواطن العراقي العربي آدم محمد، تعالوا كده نكلمه ونقول له مساء الخير وتقبل الله وألف مبروك. النور أختي الكريمة، تقبل الله صالح أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله تعالى. أولا يعني أخ آدم، أنا عايزة أعرف يعني الفكرة جت إزاي إن أنت تمشي أولا 10 شهور، ده كتير جدا والمسافة كبيرة جدا، واشرح لي بدأت منين؟ أختي الكريمة، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والسلام للأخوة المصريين كافة، الله يحييكم، الله يبعد عنكم الولاد الحرام مثل ما تقولوا. ألف سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. أولا الرحلة، الفكرة مش من عندي، الرحلة بدأت من بريطانيا إلى مكة المكرمة، والفكرة كانت من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هي أكثر الناس ما يصدقون في الكلام هذه، هي رحلة الله سبحانه وتعالى خلتها، ألهمني إياها وخلاها في صدري. أنا ما كنت أقدر أرفض، كل ما أرفضه يضيق بي صدري. فأنا عرفت هذه إلهام إلهي وطالب من عندي أسير من بريطانيا. أنا من مواطن بريطاني أصلي عراقي، تمام، أسير من باب بيتي إلى مكة المكرمة سيرا على أقدام. ودائما دائما نفس الإلهام نفس الشعور يجيني يقول لي أنت في استطاعتك أن توصل هناك، والله سبحانه وتعالى راح يكون معك وراح يكون دائما وتنتصر وتقدر توصل هناك بسهالة. الحمد لله والشكر، الحمد لله بعد 10 أشهر و25 يوم طول الطريق من بريطانيا. إذا تحب أعد لك البلدان اللي دخلت فيهم. تفضل تفضل. نعم، من بريطانيا دخلت إلى هولندا، ومن هولندا دخلت إلى ألمانيا، ومن ألمانيا إلى النمسا، ومن النمسا إلى هنغاريا اللي هي مجر، ومن مجر إلى صربيا، ومن صربيا إلى بلغاريا، ومن بلغاريا إلى تركيا. وبسبب الحدود المسكر بين تركيا وسوريا التجأت أن أعبر بالباخرة إلى لبنان من تركيا، ومن لبنان كمان ما قدرت، ما كان باستطاعتي أن أدخل على سوريا كمان، فاضطريت أنا أدخل العرباية اللي أنتم مثل ما حضراتكم شايفينه، وكان معايا كلب أنا من صربيا أدخله للأراضي السورية بعون مساعدة أخ سوري الأصل الألمانية الجنسية. أجل اللبناني دخلي داخل سوريا، وأنا أخذت الطيارة رحت للأردن، ومن أردن رجعت إلى حدود السورية الأردنية، وكملت الطريق إلى الأردن وإلى السعودية العربية. أحمد الله وشكره مثل ما أنتم شايفين بالصورة، هذا أخونا أكيد. الخليل. أنا طبعا يعني بحييك، لأنه مشوار طويل جدا، بلدان كثيرة جدا مريت على بلدان معظمها بلدان غربية، يعني ما حدش برضو عارف على العادات والتقاليد العربية. أنا شايفة في الصورة، شايفاك دي صورك طبعا وانت موجود في الحج بعد الوصول، ولكن الصورة وانت بتمشي في الطريق، دي سيارة ولا عربية؟ في عربية وفي عربة كده خشبية، هي دي الخاصة كان عليها مثلا
أدواتك، عليها مياه، عليها مأكولات، يعني العربة الخشبية دي اللي بالعجلات البسيطة. نعم، هذه العربة متكونة هي مثل ميني كرفة في الداخل، أنا أنام في الداخل وأطبخ في الداخل وأكل ومشربي وماكلي كله في الداخل. يعني خلال الشتاء، هذا الشتاء القارس اللي بتركيا بلغاريا، أنا كنت في الداخل أنام وما أب ولا بردت يعني. الحمد لله والشكر. الحمد طيب لله. والسيارات دي سيارات يعني بتدعمك وتأمنك يعني. بس نعم بالضبط، والا ولا شيء يعني. هم هذه خاصه السيارات هيك يعني، في كثير من بلدان اجوا يعني سيارات ناس وسيارات حمايه من دوله مثلا اللي هي السعوديه والاردن وتركيا، كان معي بس فقط بالطريق. انا شايفه في صوره قريبه كده السياره نفسها البدائيه دي اللي هي بالعجلات البسيطه، عباره عن قماش وفيها ادوات انت صنعتها بنفسك يعني، لان فيها اشياء نعم. كده تحس انها معموله باليد يعني. فاعتقد نعم. انه السياره دي مكتوب عليها الرحله بقى، رحله الحج، رحله السلام. نعم مظبوط، الى مكه المكرمه من بريطانيا. انا المفروض نعم. العربه دي تبقى موجوده في متحف او حاجه يعني، رحله مواطن اكثر من 10 12 دوله على 10 شهور، يعني قصه يعني كبيره جدا يعني. الحمد لله والشكر. هذه انا مثل ما حضراتكم شايفين كانت اسمه رحله السلام، لكن انا حولت السلام الى رحله امه محمد، لانه امه محمد طول الطريق اللي كانوا معي اجوا مدوا يد المساعده لإلي، فكان احنا لامه محمد كلنا مشاركين فيها. أكيد. من كافه القوميات، من كافه القوميات المسلمين في العالم. أكيد. يعني اتصور حضرتك مرات في المانيا كان يمشي معايا مثلا 20 قوميه يمشوا يعني دعما ومسانده يعني. نعم 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 أنا نعم. أنا الحقيقة يعني مبهورة جدا وبشكرك، لأنه الإرادة وإنك تتحمل كل يعني أكيد كان في مشاق، دول، حدود، أشياء كثيرة، طقس، يعني ربنا سلمك وأمنك بصحة يعني. بشكرك على يعني رحلة لن تكرر بهذه السهولة. بشكرك جدا، وتقبل الله منك حج آدم محمد، تقبل الله منك وبشكرك، ودايما نتابع كل الكلام ده. بشكرك شكرا جزيلا، وحج مبروك بإذن الله ويتقبله الله بإذن الله. إرادة حقيقي، الإرادة بتصنع المستحيل، والإنسان ده عنده حاجة غريبة جدا يعني. ساعات كده تلاقي ناس إرادتهم ضعيفة يعني، مش عايز يعمل حاجة بسيطة يعني، يقولك مش قادر، وبعدين تلاقي ناس تانية أو إنسان تاني بيقهر المستحيل. والقصص كثيرة جدا عندنا في مصر، في العالم العربي والعالم بشكل عام كثيرة. فإذا الإنسان يقدر ويستطيع، المهم الإرادة، والإرادة دي حاجة جوه البني آدم ما تقدرش تقيسها وما تقدرش تعرفها، لكن الإنسان هو بس لوحده اللي يقدر يقررها.